وللحديث أكثر عن أزمة دفن ضحايا فيروس كورونا في العراق بعد أن كشفت مقاطع مصورة عن طريقة دفنهم، ينضم إلينا الشيخ يحيى السنبل أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك معنا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم. خلية الأزمة النيابية تقول إن الأيام القادمة ستشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس، هل ترى أن هناك استعدادات حقيقية لمواجهة الموجة الثانية التي من المنتظر أن تكون أكثر خطورة من سابقتها؟ الواقع الصحي في العراق كما هو معلوم هو قطاع متهالك يعتمد في عمله على البنى التحتية التي كان قبل عام 2003، ولم تقم هذه الحكومات المتعاقبة بعد 2003 أو في فترة الاحتلال بإنشاء أي من المستشفيات الكبيرة التي ممكن أن تحقق العلاج الضامن للعراقيين. لذلك فهذه التحذيرات وهذه الأمور هي تطلقها هذه اللجان أو ما تسمى لجنة الأزمة من أجل تنبيه المواطنين لا أكثر، بل إن الكثير من الذين واجهوا مرض أو جائحة كورونا قد تعالوا حتى في بيوتهم بعد أن عجزت المستشفيات الموجودة من استقبالهم. نعم، لكن في ظل ارتفاع عدد الوفيات نتيجة هذا الفيروس، لماذا على الأقل لا يجد المتوفى الطريقة اللائقة والواجبة شرعيا في دفنه على سبيل المثال، ونلاحظ أو نشاهد طريقة الدفن وآليات الدفن بشكل غريب في الحقيقة عن شعائرنا وتعاليمنا الإسلامية؟ عملية دفن المتوفين من جراء كورونا وإسناد هذا العمل إلى مجموعة ميليشياوية، هذه المجاميع الميليشياوية هي من دفنت المواطنين العراقيين وهم أحياء، فلا غريب عندما يمارسون هذه الأعمال البعيدة كل البعد عن الشريعة الإسلامية أو عن أي خلق إنساني أو إسلامي رفيع في عملية دفن الموتى. ولكن إسناد هذا العمل لهذه الجهة الميليشياوية من أجل الاستفادة من الأموال، بل والقيام أيضا كما يقال ببيع هذه الأعضاء البشرية إلى جهات أخرى تمتهن هذه المهنة ويعملون على التكسب من وراء حتى جثث الموتى، ولكن مع الأسف أن يجري هذا العمل في العراق الذي كان يشهد قبل عام 2003 حالات حقيقية وعمل حقيقي من قبل لجان صحية تقوم هي بالإشراف والدفن على هؤلاء المتوفين. وهذا السؤال الذي يطرحه وهذا السؤال المطروح الآن، لماذا تتدخل هذه الميليشيات في عمل هو ليس بالأساس من صلب اختصاصها؟ يعني مفروض من المفترض أن وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارات أخرى تقوم بهذا العمل بدفن ضحايا كورونا، لكن أنت تدخل الميليشيات على الخط، فهذا أمر مستغرب. لأن هذه الوزارات هي أساسا هي حصص للميليشيات وتديرها الميليشيات، ومن أجل أن يتكسب المال من خلال هذه الجثث ما رصدت لدفن هذه الجثث تذهب إلى جيوب هذه الميليشيات وإلى أجهزتها الخاصة بها. لذلك فلا غرابة في ذلك، فوزارة الصحة تنتقل من ميليشيا إلى ميليشيا في ظل الاحتلال منذ عام 2003 ولحد هذه الساعة. بحسب أهالي الضحايا فإن إعادة دفن موتاهم كشفت عن توابيت فارغة، أين يعتقد أن هذه الجثث ذهبت؟ من المسؤول عن اختفائها؟ تتحمل بطبع وزارة الصحة والسلطات الصحية المسؤولية كاملة، لأنها هي من سلمت هذه الجثث إلى هذه الميليشيات. لذلك هم يعتقدون أهالي هؤلاء الضحايا بأن جثث ذويهم قد بيعت إلى جهات يمكن أن تستفيد من الأعضاء البشرية أو تتاجر بها. هذا ما أكدوا عليه، وإلا أن تقوم هذه الجهة الميليشياوية المكلفة بالدفن بالإفصاح عن المكان التي وضعت فيه هذه الجثث أو دفنتها بعد إن وجد ذويهم أو ذوي الضحايا
توابيت فارغة في هذه القبور وأعطيت لهم أرقام وأسماء في تلك المقبرة. نعم. أخيرا، إذا كانت الميليشيات هي من تدفن ضحايا كورونا وهي المسؤولة عن اختفاء بعض الجثث كما أشار بعض الأهالي والعوائل، ماذا على الحكومة أن تفعل لتطويق هذه المشكلة أو محاسبة، ولا سيما أن هناك استمرار لهذه الجائحة، يعني قد يكون هناك وفيات أخرى بأعداد كبيرة؟ طبعا الحكومة تتحمل المسؤولية كاملا تجاه ما يجري، ولكن الحكومة هي جزء من الميليشيات وهي تعمل على تغطية هذه الأعمال الإجرامية إذا لم تقم بتشكيل لجان فورية وإعلان النتائج والعمل على إيضاح الأمور حول هذه الجثث التي اختفت ولم تدفن في أماكنها الصحيحة ولا في الأسلوب الصحيح. أشكرك الشيخ يحيى السنبل، أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.